المصنع هنا بدا انتاجه في مصر من سنه 2000. قبل كده كنا احنا بنصدر لمصر مركزات. بعد الارتفاعات العاليه دلوقتي في الخامات الاعلاف، احنا بنتعامل ازاي هنا في المصنع؟ كل الخامات المخصصه للتعبئه ما بين الشكاير والليبل والكلام ده كله، كل الحاجات دي محليه الصنع. بعض الناس احيانا النهارده في وقت محتاج انه يخزن فيه لظروف السوق، لظروف الوضع الاقتصادي بتاع البلد، يخزن فيه كميه. الشركه بالكامل هولنديه، عندنا 4 خطوط انتاج بطاقه اجماليه انتاج اكتر من 100,000 طن. نعمل منتج للسمكه او للفرخه، احنا حاطين في عين الاعتبار تماما ان احنا بنعمل منتج في نهايه السلسله هو بيوصل للبني ادم. لو في حاله غش بالنسبه للعلف أو المصانع الغير مرخصة، احنا بنتعامل معاها ازاي هنا في الشرقية؟ في جهاز رقابة في محافظة الشرقية بيتم المرور بصفة دورية على مصانع الأعلاف. لكل علف النهاردة طرق تخزين معينة ولا كلها؟ أول استلام المواد الخام بنبدأ نسحب عينة ممثلة للبضاعة اللي جاية جدا، ونبدأ نحللها عن طريق الأجهزة اللي موجودة في المعمل. هي أهم العناصر المطلوبة للفرخ أو للسمك، وأبدأ أشتغل عليها عملية تحليل. إحنا بنصدر خصيصا لمجموعة الكوميسا بلاد زي كينيا وأوغندا. إذا كانت المادة الخام مطابقة للمواصفات اللي بيننا وبين المورد، فبالتالي بنقبلها بالشروط اللي بيننا اللي مكتوبة الموثقة بالعقد. عشان ترخص مصنع حاجاتها بسيطة وإجراءاتها سهلة. برنامج الثمرة يأتيكم في الأوقات التالية.